أما اللي عم بتتابعي The Mask Singer؟ عم تابع The Mask Singer. حبيتي للبرنامج؟ برنامج مهضوم وجديد وفكرته طريفة، حبيت كتير. وبالفعل هالبرنامج قدر يحقق نجاح كبير من هاي فكرته وأجواءه الحلوة، وخاصة الحماس الكبير اللي كل أسبوع بيعيشه المحققين والجمهور عشان يكتشفوا هوية الشخص المتخفي خلف القناع. من أكثر الشخصيات المحيرة للآن هي شخصية الشيتا اللي للآن ما انكشفت هويتها، ولهذا السبب في توقعات كبيرة من قبل بعض المحققين ومن قبل تريندينج. أنا بعدني مصر على أمل بشوشة حقيقة، لأنه مثل ما قال قصي مبارح إنه كل الأدلة عن جد بتنطبق على أمل، يعني بدون منازع. وكمان الجمهور إنه ممكن هالكاركتر تكون أمل بشوشة، خاصة إنها بتغني باللغة الفرنسية بحرفية وبترقص كمان، وكل الدلائل قريبة منها. شو رأيك وقت المحققين بالبرنامج عم بهيك يشكوا بأمل وشوشة إنه تكون هي اللي تشيتا، والمحققين بترندينج كمان عم نسمي إنه أمل وشوشة هي اللي تشيتا؟ أنا متفقة جدا مع الكلام اللي قاله صبحي قبل كده لما قال إن هي أمل بشوشة. حلو إنه يفكروا إنه أنا، ليش لا؟ بالنهاية يعني برنامج هو لطرح التساؤلات وللتحقيق في شخصية المشترك اللي متخفي وراء الماسك. هلا نحن شاكين بأمل، فأكيد شك ممكن إيه ممكن لا، بيضلوا شك، بيضلنا شاكين، أنا كمان شك في لازم نشك. وبما أنه أمل بتحاول تضيعنا، فحبينا نعرف منها إذا عرض عليها المشاركة فهل بتقبل أنها تشارك بذا ماس سينجر أو ما بتحب هالنوع من البرامج. ما بعرف، ممكن شارك وممكن ما شارك، نخلي الشك. الشك هو لازم الشك يكون سيد الموقف بكل شيء. الشيتا تجيد مهارات عديدة، وكمان أمل بشوشة تجيد تلك المهارات، يعني فعلا من ناحية الرقص فمعروف عنك هيك، والخفة والاستعراض، وفي قصص أكيد كشفناها إذا كنت الشيتا جديدة فيك. يعني إذا أنتوا شايفينها هيك فبرافو عليها، يعني اللي متخفي وراء الشيتا يعني قدر يقنع الجمهور بدون ما يعرفوا، بس بنضلنا بالشك، يعني لازم اليقين لنقطع الشك، ما بعرف. وهالبرنامج مشارك فيه 12 مشترك، وكل شخصية مختلفة عن الثانية، فلهذا السبب مين من هالشخصيات اللي قدرت تلفت نظر أمل كمشاهدة؟ الحقيقة كل الشخصيات، كل أسبوع بنكتشف شخصية جديدة، وكل الفنانين اللي كانوا متخفيين تحت القناع بعتقد عطوا من نفسهم وأخذوا الموضوع مزح، يعني في نوع من الفكاهة يخلي الفنان حتى لو تاريخه كتير كبير يطلع من هذا القيد اللي هو يعني على القصر العاجل اللي هو عايش فيه، فبيفوت باللعبة، وهذا الشيء كتير حلو. ونحن بهالفترة العصيبة اللي نحن عايشينها يعني بحاجة شوي لنضحك ونفرح شوي، نشوف أشياء جديدة هيك تغيرنا المود.